افتتحت مساء أمس المدرسة التكوينية 2P Space Coworking بولاية سكيكدا. تعتمد المدرسة التكوينية على الطب، طب جراحة الأسنان، شبه الصيدلي وغيرها من المجالات المختلفة. مع دورات تكوينية في مجالات مختلفة، طب، تنمية بشرية، حركة رؤوس الأموال والتداول، تحت إشراف أطباء مختصين في مجالات عدة ذو خبرة. نذكر منهم دكتورة جرادي، طب التجميل والليزر، باب الزوار، دكتورة شرايف، اختصاص في التغذية الصحية، جزائر العاصمة. مع وجود طبيبة خلفاوي نصيرة من سكيكدا مختصة في طب الداخلي. مع وجود أستاذ اللي هو عزير منصوري، مدرب التطور الذاتي والتنمية البشرية، وهو قد نقوله مدرب عالمي، حيث يضع تحت تصرفكم الفضاء هنا عدة صيغ للانخراط والاشتراك في هذا الفضاء الذي يعتبر نوع جديد من تنظيم العمل، ويتكيف مع متطلبات كل الفئات، باحثين، ستارت اب، موظفون مكلفون بمهام خارج ولايتهم. وفي الاخير اتقدم باسمي واسم كل الطاقم القائم على هذا الفضاء بالامتنان العظيم لضيوفنا الكرام على تلبية الدعوة وعلى وقتكم وجهدكم المأخوذ من جدول انشغالاتكم المهمة لحضور هذه الفعالية. مرحبا بكم. فيسكا بارسا. السلام عليكم. نشكر السيدة إيناس على الدعوة تاعها، ونشكر الطاقم اللي جا كامل لهنايا، وكما نقولوا بالعامية إن شاء الله بالبركة وعتبة مربوحة عليهم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. أنا ممثل وكالة الإشهار فاكويب. نشكر الإخوة الكرام على الدعوة المحترمة، ونتمنى لها بالتوفيق. جميل. السلام عليكم. انا كمسير شركه بيرفكت كرياسيون دي زيت، مختصه في تجديد المكاتب والبيوت. نشكر السيد بوعوينه والاخت ايناس على الدعوه هذه، ونتمنى لهم التوفيق، وان شاء الله تكون على عليهم معجبه مربوحه، واول فورماسيون راح تكون لنا ان شاء الله.